ومن جهة أخرى كان اجتماعنا اليوم بمثابة فرصة طيبة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية وبالأخص في منطقة الشرق المتوسط. وفي هذا السياق فإننا نجدد دعمنا لمساعي جمهورية قبرص وكافة الأطراف الدولية المعنية من أجل إيجاد حل شامل وعادل للقضية القبرصية استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة. تطرقنا أيضاً إلى الوضع في ليبيا حيث ناقشنا آخر التطورات في هذا الملف المهم وتوافقنا على ضرورة عقد الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021 وفقاً لخريطة الطريق التي أقرها أشقاؤنا الليبيون، وكذا على حتمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تنفيذاً للمقررات الدولية ذات الصلة، وبما يعيد لليبيا سيادتها ووحدتها ويحفظ سلامة أراضيها ويرسخ قرارها بيد أبنائها.